لكن هو طبعا التصادم اللي حصل ده يمكن غصب عني وغصب عنه. وانا بحب اغاني لعبد الحليم حافظ، يعني انا بيني وبينك يعني مش عايز اقول انها مخالفه، جالك احساس انها قليله، لان الاغاني الحلوه حقيقي في رايي انا اللي انا عايز اصورها في فيديو كليب كتيره جدا. الحمد لله يمكن في بداياتي الفنية ما حصلتليش عطلة خالص. أنا يمكن بعد رحيل عبد الحليم حافظ ورحيل أم كلثوم ورحيل فريد الأطرش في ظرف سنتين تقريبا، حقيقي ده اللي عمل تعطيل. لكن هو طبعا التصادم اللي حصل ده يمكن غصب عني وغصب عنه، لأن الحقيقة يمكن في بعض الناس اللي هو كان بيسمع لهم وبياخد رأيهم أوهموا وأقنعوا إن محمد الموجي اكتشف هاني شاكر عشان يحارب بيه عبد الحليم حافظ وعشان يضايق عبد الحليم حافظ وحاجات كده. فطبعا هو اتضايق وابتدت يعني العلاقات تتوتر بشكل كبير جدا جدا، بالرغم من إن أنا يعني الحمد لله إن أنا شفت عبد الحليم حافظ قبل ما يتوفى ويموت، شفته مرتين، والمرتين دول لا تتخيل يا بوسي أنا يعني شرحت له حبي الكبير له، وان انا فعلا حبيت الغنى من خلال صوته وحبيت الفن على صوته واغانيه، وان انا مش ممكن كنت افكر في يوم من الايام ان انا غنايه ده هيضايق عبد الحليم حافظ ويسبب له مضايقه، وان الكلام اللي بيتقال ده كلام فارغ وكلام غلط، وان مش انا اللي هحارب عبد الحليم حافظ ولا انا اللي هضايق عبد الحليم حافظ هذا الهرم الفني الكبير وحاجات كده. ف يعني لا تتخيلي صدى كلامي عنده كان كبير جدا جدا، وحضر لي حفله بعد الكلام اللي انا قلته له ده، وغنى معايا كده برضه قمر على المسرح، ووقف عدل السماعات اللي في الصاله كانت مش مظبوطه فوقف يعدلها. وحسيت فعلا ان عبد الحليم حافظ ابتدى اخيرا يبقى طبيعي معايا ويتصرف بتلقائيه، اسعدتني جدا جدا. وانا بحب اغاني لعبد الحليم حافظ، يعني انا بيني وبينك يعني مش عايز اقول انها مخالفه ان انا اغني لعبد الحليم او اغني لاستاذ عبد الوهاب، لا، هو ده شيء طبيعي يا بوسي، ان يعني انا كانسان قبل ما اكون فنان حاجه بتعجبني انا شخصيا احب اغنيها واحب اسمعها للناس اللي بحبهم، ومفيش احب عندي من الجمهور اللي بغني له، فاحب اجرب معاه واسمع معاه غنوة حلوة أنا حبيبها. فما يعني بيني وبينك حتة مخالفة يعني صعب نسمي حاجة زي كده مخالفة، بدليل نجاح من غير ليه لما أنا غنيتها النجاح اللي يعني اللي الحمد لله الكبير جدا جدا اللي ساب أثر مش بس في مصر وفي البلاد العربية كلها، والكل حد سمع من غير ليه، وأولهم يمكن الأستاذ عبد الوهاب لما قال لي أنا يعني انبسطت جدا لان انا حسيت ان هاني اللي بيغني، ان انت ما قلدتنيش وانت بتغني، فدي شهاده كبيره من فنان كبير. قال لي حاجه كمان، قال لي انا لو كنت حبيت اعمل لك غنوه ما كانتش هتطلع بالظبط احلى من غير ليه، يعني كان من غير ليه دي معموله مخصوص عشاني. قال لي لو انا قصدت ان انا اعمل لك غنوه مش هتطلع زي من غير ليه. فعلا الغنوه تحس انها راكبه على صوتي وعلى ادائي وعلى حاجات كتير قوي قوي. فما اقدرش بيني وبينك اعتبر ان يعني الدخول في مضمار مطرب اخر، ولو انا غنيت بشكلي ده وبصوتي ده وبادائي ده ما تبقاش مخالفه، بالعكس الناس كلها بتغني لبعضها بره يا بوس زي ما انت عارفه. انا ما عملتش اغاني شبابيه، لا، انا تعاملت مع ملحنين شبان، لكن من وجهة نظري أنا، من وجهة نظري في الكلمة، من وجهة نظري في اللحن، لكن الـ يعني نقدر نقول شكل الأداء في الآخر أو شكل التوزيع في الآخر زيه زي الأغاني الباقية، لكن في اختلاف في الكلام، في اختلاف في اللحن، في اختلاف في الأداء. فهو كوني أنا أتعامل مع شبان ده مش معنى كده إن أنا بعمل أغاني شبابية، وإلا نقدر نقول إن أم كلثوم بعد ما كانت بتتعامل مثلا مع رياض السنباطي ومع
الأستاذ عبد الوهاب لما طلع بليغ حمدي وطلع محمد الموجي وطلع كمال الطويل واتعاملت معاهم إنها بقت بتعمل أغاني شبابية؟ لا. يعني أنا بصرف على الأغاني بتاعتي جدا جدا، ما ببخلش أبدا على إنتاج شريطي، لا اختلاف إطلاقا مع أي ملحن. إن شاء الله لو عايز 20 كمانجا، عايز 20 تشيلو، ما دام أنا مقتنع وهو مقتنع، يعني عمري ما وفرت في الحاجات دي. بعمل الدعاية المعقولة لشريطي، لأن الدعاية اللي زيادة عن اللزوم دي يعني هي سلاح ذو حدين. يعني ممكن جدا جدا كتفكير تجاري ان انا اخسر فيها. فانا بعمل الدعايه المناسبه اللي انا شايف انها يعني تبقى بتقدم شريطي بشكل معقول، وفي نفس الوقت مفيش اجهاد على الشركه بتاعتي، لان انا ما زالت الشركه عندي، انا ما بنتجش لحد خالص الا ليا. فانتاجي محدود وامكانياتي محدوده، فعلى قد امكانياتي على قد الحافك زي ما بيقولوا مد رجليك. فانا بمد الدعايه بتاعتي على قد لحاف المادة اللي موجودة عندي، ما بحاولش ان انا ازود عشان ما تخرمش مني ميزانية الشركة. لكن يعني طبعا تواجدي على الساحة الفنية موجود، الناس بتبقى عارفة ان في شريط لهاني نزل، الحمد لله المبيعات. انا ما اقدرش اقول ان انا مبيعاتي في الكاسيت مثلا يا بوسي بتخبط رقم خرافي مرة واحدة، زي ما بتسمعي كده مثلا مطرب المليون شريط ولا مطرب الاثنين مليون شريط ولا لا، ما بيحصلش ده. لكن الشيء اللي بيساعدني الحمد لله انه من اول شريط عملته في الشركه من 12 سنه لحد النهارده، ال 12 شريط دول بيطلبوا في السوق. جالك احساس انها قليله، لان الاغاني الحلوه حقيقي في رايي انا اللي انا عايز اصورها في فيديو كليب كتيره جدا جدا، لكن هي مش قليله ولا حاجه. يعني انا اقول لك انا يمكن من اكتر المطربين اللي مصورين اغاني فيديو كليب لحد النهارده، يعني انا عندي تقريبا حوالي 9 اغاني. لكن جنب الاغاني اللي انا عايز اعملها وجنب الاغاني اللي انا حاسس الناس بتطالبني انها تشوفها مصوره في التلفزيون، تحسي حضرتك ان الرقم ده قليل. ومفيش شك ان الفيديو كليب مكلف، مش عايزه كلام. وكل واحد هرجع واقول لك تاني نفس اللي بيحصل بالنسبه للدعايه، انا حسب امكانياتي، لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اصور اكبر عدد من الاغاني عشان يعني تقدري تقولي ان هي دي سمه العصر النهارده يا بوسي، الغنوه المصوره.